كلينيكال تيبنج وركشوب هو أحد الكورسات المهمة في مجال العلاج الطبيعي وفي مجال الوثائق الطبية. يقدمه أخصائي العلاج الطبيعي القدير جعفر عبد الرسول، وهو أخصائي أول علاج طبيعي بمستشفى القطيف المركزي، وأخصائي إصابات رياضية وملاعب له الخبرة الكبيرة في مجال إصابات رياضية على مستوى المنطقة. تجربتنا مع أبو محمد ما هي الأولى، أخذنا عنده كورسات كثيرة، ورغم أن احنا أخذنا كورس التيبنج هذا من قبل، لكن ما يضر أن أخذنا مرة ثانية لإعادة التذكار وتطبيق مرة أخرى وأخرى. السلام عليكم. طبعا الكورس كان بالنسبة لي كورس ممتاز جدا، كورس جميل. الأستاذ أبو محمد القدامى واللي تابع أول بأول البرنامج التيبنج، كانت هي فرصة إن أنا أسترجع المعلومات السابقة حقي، في نفس الوقت إن نستزيد من الأشياء الجديدة، الأفكار الجديدة، الاقتراحات الجديدة، هم الأبحاث الجديدة اللي طلع عليها كان مهم جدا. نشكر أبو محمد شكر جزيل على اللي قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخصائي جعفر عبد الرسول على ما فادنا في هذه الدورة القصيرة، حقيقة وقت قصير ومضى بسرعة، استفدنا كثير وما نقدر نقول لا، يعطيك العافية. رحيم يعطيكم العافية. كانت ورشة العمل مركزة لمدة يومين على الكلينيكال تيبينج، شملنا كل ما يتعلق بالكونسيو تيب، كل ما يتعلق بالريجيد تيب سواء كان إلاستيك ولا نان إلاستيك. حاولنا نوصل الفكرة ان هالنوع من الانترفنشن يو كان ابلايد وذ ديفرنت كيسز. استعرضنا حالات رياضية مثل السبرين انكل، تندنايتس في الأكيلس تندنايتس، حالات الباك بين، نيك بين. حاولنا نوصل الفكرة إنه you have to evaluate the case before you apply and you select the proper way of dealing with kinesio tape ولا rigid tape. كانت مجموعة مميزة، تفاعل كان، أسئلة كانت لطيفة. هم نطمح إنه يتواصلوا ويانا في ورش العمل القادمة. شكرا لك.